بسم الله الرحمن الرحيم. نقدمكم راسي ضابط أحمد الناصري، ضابط شرطة متقاعد، تخرجت 1985 من المعهد الملكي للشرطة بالقناطرة، توجهت مدينة صفرو وأنا كنخدم بالكسوة بالهيئة الحضرية، ولكن كان نقص الشرطة القضائية كان جوج فيها. العامل الشرطة اقترح لي باش نبقى نتعاون معهم، علاش أنا كبر في صفرو وكنعرف الناس وكنعرف هذه، وافقت. والحلقة ديال اليوم إن شاء الله ديال جوج ديال الطمع الطاعون. هادو جوج خوت قتلو أختهم الطمع. للأسف هاد الناس هاد جوج هادو من كيسكنو في واحد الدوار قريب صفرو، كيقولو بنية صغا المنزل، جيت المنزل وأختهم ساكنة هنا في صفرو واحد الحي شعبي. واحد النهار حنا جالسين هكا كنت فعلا تجعيط لنا، قالك الريحة خانزك خرجوا من واحد الدار، ريحة بحال الجيفة. مشينا خدنا كنصيبو الباب محلولة، لأن هاديك الباب كتصدم برا بالقفل ومن الداخل بالسكروم. دخلنا كنجوقا في الباب العيالات وهادي، كندخلو كنصيبو مرا ملوينها في الحصيرة، الريحة من تما خارجة. فاش حلينا هذه المرأة مجيفة بواحد الرزة صفراء، ديك الرزة الصفراء عارفين واحد ديك المنطقة بنية صغا هما اللي كيستعملوها، معقودة جوج عقدات ومجيفينها، وكان الحرارة بزاف ديك المرأة تنفخت والنيزية أصلا غليظة. فينا كنسولو شنو شنو هذه العيالات، قالك أودي هذه شي 3 أيام ولا 4 أيام تقريبا شفنا السمسار خارج مع الصباح كيجري، السمسار نيت لي كاريها راجل شيباني شوية. شكون هالسمسار؟ قالك فلان. مشينا عندو جبناه، السيد مخلوع طلعناه كنسولوه، قالك أودي ما كيما خبي عليكم نهار الخميس كيكون عندنا السوق أسبوعي نهار الخميس، قالك مولف كان يجي كنفطر عندها بالصباح. فاش جيت قالك صبرت الباب محلولة كيما العادة كتكون هنا كتسد عليها غير بالسكروم من الداخل، قالك دفعت الباب هكا اش بانت لي، بقيت كنعيط كنشوف حصيرة ملوية رجلين بانو لي ديالها، طليت شتها تخلعت هربت. علاش ما جيتيش علمتي؟ قالك اودي انا خفت وهادي صيرناه. كنا كنسولو قالك اودي راه عندها واحد جوج خوتها كيجيو عندها من الخميس للخميس نوبة نوبة، جوج خوتها اللي عندها رجال كبار تقريبا 70 سنة 71 سنة هكاك، وهي براسها تكون شي 76 سنة ولا 75 سنة. كيجيو عندها هما اللي كتعاود لهم عليهم هذا مع الرزة اللي شفنا صفراء. قلنا هذا اتجهنا لديك البلاصة ديال هذا عندنا الدارك ومشينا لديك الدوار كنسولو. أول حاجة بارت بأن أخوها سولنا شافنا السيد تبدل في وجهه، السلام عليكم. قالك السلام، واش عندك أخت؟ إيه. قالك عندي أختي. وفين خوك؟ قالك هو حدايا. مشينا عند خوه، مشيتي عند خوك؟ قالك لا. كنتي عندها تخمي؟ قالك لا ما كنتش. الناس شافوك بأن جيتي عندها؟ لا ما كنتش. دخلنا للدار، بيتها عنده غير بيتها. دير غير واحد الشرطي معايا واحد بونجا كيقال لي هكا كيبان الطرف ديال الرزه اللي تقطع، ربي ملي كيبغي يفتح واحد راه كيفتحو، دايرو تحت البونجا. والرزه اللي عنده مازال جديده، بعدا سولنا قلنا هاد الرزه جديده؟ لا قال قديمه عندي. يا قلنا باتنا جديده، اخوك عنده قديمه وانت جديده. لا هادي فاس برنا السيد تزير. كنهبطوه بجوج بقينا كاستنطاق، كاسيدي فعلا عندنا واحد الارض وحنا فقراء ما عندنا شيء، وهي معكسه لنا في البيع ما بغاش تبيع، وحنا عمرنا كبر وكنا هادي ومقابلاش ما بغاش تبيع غوانا الشيطان. جينا الصباح عندها كما العاده كما مولف كنا كنجيو، خرجت جات لنا السفنج صوبتنا عتي فطرنا يا غوانا الشيطان. خويا شدها ونظرتها جي من اللور كان جيفنا تقطع
عطنا هذيك في يدينا وكنا هذي وعقدنا لها في عنقها وخليناها. كنا شاتين حساسة قصر روح ديرها لوينا في الحصيرة وخربنا. إيوا قدمناهم للنيابة العامة تاخد إجراءات في حقهم. ولهذا كنصح الناس الطمع راه طاعون. إنسان عمرو يطمع ماشي تيغوي من الشيطان قتلو ختهم.